السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم معاكم على زراعة الكرفس، بس ده الكرفس العادي اللي هو يشبه البقدونس، مش الكرفس الليفتي. الكرفس الليفتي دي يا جماعة اللي جدره من تحت يبقى فيه، بيبقى يشبه للليفت نوعا ما. تمام، لا ده الكرفس العادي مش الكرفس الليفتي. ودي التقوية بتاعته اهي، التقوية دي بتيجي من عند اي عطار عادي، مفيش اي مشكلة. تمام، وفيها تشابه ما بينها وبين البقدونس، وان شاء الله هنبقى نعمل فيديو نوريكم الفرق ما بينها وبين تقاوي البقدونس، نحط لكم الاتنين جنب بعض ونوريكم الفرق. وفي فرق، بس يعني ما ياخدش باله، ولا اللي هو يعني ده شوية في الايه، في المهنة. تمام. طبعا البقدونس الكرفس بيتزرع شبه الكزبرة هناك اهي، زي الكزبرة ما كنا زارعينها كده يا جماعة، وشبه الشبت. تمام، والبقدونس كمان يعني 3 فيديوهات عملناهم، والكزبرة طلعت اهي. تمام، شايفين؟ فممكن يتزرع بالنقرة وممكن يتزرع بالتسبيح كده، بس الأول هنوريكم احنا يعني الأول بنحرث الأرض وبنزحفها وبننعمها، ومواعيد الزراعة في الشتاء تبدأ من شهر 9 اللي هو سبتمبر اكتوبر نوفمبر اللي هو اب، وتشرين الاول وتشرين الثاني اللي هو شهر 9 وشهر 10 وشهر 11. تمام، بعد كده بتبقى الزراعه متاخره شويه، بس عادي بينفع، مفيش مشكله، ممكن تزرع تاني، بس يعني كل ما تكون بدريه كل ما يديك يعني ايه تاخد منه 4 5 بطون حش احسن. تمام. فنشوف الفيديو بتاع العزيق والكلام ده كله، ونرجع لكم تاني نوريكم البضير والكلام ده كله، فخليكم معانا. رجعنا لكم تاني يا جماعه. دلوقتي احنا هنزرع ازاي؟ ممكن بالنقره، قلنا بالنقره هنفحك كده حته كده، ادي نقره اهي، بس انا بكون ماسك بايدي وعامل ايد، واحط 5 6 حبات في الجره ونرتم، وهكذا في اللي جنبها كده ونرتم. وممكن بقى بالتسبيح كده يا جماعه اهو. تمام، بالتسبيح. تمام، وهكذا. ثانية واحدة، بناخد شوية بذور بس في ايدي، ممكن انا بصور وانا لو ايه. تمام كده يا جماعة، قلنا تسبيح كده، تسبيح سرسابة كده اهو. تسبيح. تمام، ونكمل بقية البذور ونرجع لكم تاني نوريكم وهي بتتروي. تمام يا جماعة. تمام كده، خلصنا يا جماعة بذر البذور، وصلنا البذور كلها الحمد لله. نوريكم بقى الري. تمام،
تمام، دي كانت بتروي اهي منطقة تانية. ناخد بقى خرطومنا ونروي بيه. تمام، هنحطها في جنب من الجناب كده يا جماعة اهي، وان شاء الله هنوريكم زراعته في المنازل برضو. لسه هنوريكم الزراعة في المنازل، ازاي نزرعه في البلكونة، ازاي نزرعه فوق السطح، هو والكزبرة والشبت والبقدونس وكل الحاجات دي. تمام، هنوريكم الزراعات دي كلها في اسطح المنازل وفي البلكونات والكلام ده كله، فتابعونا ويا ريت تشاروا الفيديوهات وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات ان شاء الله باذن الله. واللي عنده اي سؤال او اي استفسار يسيبه في التعليقات، واشكركم وان شاء الله مستمرين معاكم باذن الله. طبعا يا اما تتملي ميه عشان بس ما شاب ما ينهي الفيديو، اما تتملي ميه خلاص يعني احنا مش هنسيبها لما تتملي ميه زي دي كده، شايفين دي يا جماعه تتملي ميه على خيرها، ومسافه ما تنبت كده، مسافه ما خلاص هلاقيها هتنبت او مديها ميه تاني، ليه تعيطش التاني قبل ما تنبت اديها ميه تاني، وان شاء الله بعد ما تنبت هتروي كل يعني لحد ما تكبر شويه كده يا جماعه، لحد ما تكبر شويه كده تتروي كل يوم. يعني دي ان شاء الله من هنا ورايح هروها كل يوم. ليه؟ عشان الحشائش اللي فيها، الحشائش الشتويه ما بتحبش الميه، شايفين يعني لسه ما بقتش حاجه ولسه الحشائش بدات تطلع، عشان الحشائش ما تهجمليش عليها وتبوظها لي، طالعه بسم الله ما شاء الله عليها، عشان ما تهجمش على الحشائش. فانا من هنا ورايح كل يومين او كل يوم هسقيها، ويرجح كل يومين، لان كل يوم الشتاء هيبقى صعب شويه. تمام يا جماعه، تمام، والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.